بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. أيام لم تغرب فيها شمس الانتصارات عن الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 672 من ملك وكتابة، والتي تأتي في غضون أيام الأهلي والسعادة. مؤكد أخبار في كل اتجاه تفرحك. على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد القانوني الحق بينصف، على الصعيد طبعا كرة القدم السعادة الكبرى. عشان كده مؤكد أنها حلقة ثرية جدا فيها الكثير من التفاصيل المبهجة لكل عشاق وجماهير النادي الأهلي، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، خلصت فيك كل الكلام. الغربال، وسارت الأمور كما خطط لها. بعظمة لسانه، إذا الأهلي دوما أراد الانتصار. الشموع الحمراء، محمد محمود باشا. أسرار الملك، فيليكس الصفقة الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. أيام الأهلي والسعادة، مبروك. الحمد لله. حتى على صعيد النشاط الرياضي، يعني باستثناء كرة السلة اللي هي بتخسر، بس الحمد لله لظروف يعني مفهومة ويمكن تداركها، وفي توقيت تقدر تتحمل خسائر كرة السلة اللي ما كانتش متوقعة. لكن بخلاف هذا، لما تشوف النشاط الرياضي وحجم الانتصارات بالذات في قطاع السيدات والبطولات كرة اليد وكرة السلة، حاجة تفرحك. في كرة القدم هنجيلها، لأن هي الفرحة الكبرى. في المستوى القضائي والقانوني، إذا جلست يوما على ضفة النهر سيأتيك بجثة عدوك. سيأتيك النهر بجثة عدوك، هو ده خلاصة الكلام الحكيم. عشان كده ضربة البداية المهمة مع حضراتكم دائما. مقالي ومقالي، خلصت فيك كل الكلام. الكلام ده يا جماعة ممكن ينطبق على النادي الأهلي، ويمكن في حالتنا النهاردة ينطبق على رئيسه الكابتن محمود الخطيب. كيف جلس على النهر، وكيف جاء له النهر بمن عاداه. خلي بالك، الحكم القضائي اللي خده الكابتن محمود الخطيب، والحقيقة الجهد الكبير اللي بذله الأستاذ محمد عثمان محامي النابه، واللي كان مطمئنا أن الحقوق ستأتي إلى أصحابها بعد التجاوزات الغير مسبوقة في حق رمز من رموز الرياضة المصرية ورمز من رموز النادي الأهلي في رئيسه الكابتن محمود الخطيب، والإهانات التي والافتراءات التي لحقت به، فجلس على النهر صامتا، ولكن أخذ بالأسباب، فيأتيه القانون بكل ما يعوضه ويثبت أنه كان على حق في السياسة اللي انتهجها، السياسة المؤدبة الصبورة اللي بتلجأ للشرعية. سيأتيك القانون مفيش عداوة في الرياضة، ولكن الحقيقة لما تكون أنت بتتجاوز وبهذا الشكل، الحقيقة يعني ممكن تصل إلى العداوة. طيب، الكلام ده يعني الحقيقة يحطنا قدام 3-4 نقاط مهمين. النقطة الأولى لا تخص الكابتن محمود الخطيب بالظبط، تخص الطرف الآخر، وأي طرف آخر بيستسهل التجاوز، ويستسهل قلة الأدب، ويستسهل الخوض في سمعة الناس، وبيستسهل الإساءة للشرفاء، ظنا منه بأنه الترفع يعني الضعف، أو يعني التجاهل، أو يعني التفريط في الحقوق. لا يدرك هذا المتجاوز بهذا الانفلات أن الخوض في السمعة وفي الأعراض وفي قيمة الناس وفي مكانة الشرفاء يعرضوا مباشرة تحت طائلة القانون، وعليه أن يتحمل وزره.
ببساطة عليه أن يتحمل وزره وكل نفس بما كسبت رهينة، لأنه الناس تابعت كل التجاوزات وشافت كل الإساءات وانتظرت كلمة الحق. كلمة الحق والقضاء العادل الشامخ الحياة كشفت لنا كمان بجانب جزاء هذا الانفلات قيمة الصمت، قيمة الترفع، وقيمة الإصرار على أخذ الحقوق بالطرق القانونية السليمة بمنتهى الاحترام والتقدير. وده بيعكس الحقيقة ثقة بالنفس. أنت بتتصرف كده رغم المرارة ورغم الظروف القاسية جدا، واللي كانت بتستثمر مثل هذه التصرفات في اتجاهات متعددة، وكلنا عارفين مين اللي كان بيطلع استثمر بيأجر هذه الألسنة. مش عايز أقول كده، لكن عايز أقول بيستفيد من هذا التجاوز عشان يوظفه بطريقته في اللي اعتاد عليها في التجاوز في حقوق الناس، وتصور وقتها ان ده انتصار يعني. لما تشوف اللحظه اللي احنا فيها، اين هؤلاء واين الكابتن الخطيب، اين هؤلاء واين النادي الاهلي، اين هؤلاء واين اصحاب الحقوق، تجد ان الحقيقه الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. صحيح. اين الحق واين الباطل؟ أين الاحترام وأين التجاوز؟ أين التمسك بالقيم والأخلاق والقانون؟ وأين الانفلات والتطاول والإساءات وأصحابها؟ شوفوا فين؟ شوفوا المقارنة فين عشان الشباب وكل الناس اللي بتتابع تقدر تدرك معنى قيمة الاحترام، معنى قيمة الترفع. هو الاحترام والترفع ليس ضعفا. طبعا هو ده النقطة، هو ده الإصرار على منتهى القوة. بالظبط. إنك تبقى واثق في نفسك وفي حقك إلى درجة قول كمان صحيح. ما يهمنيش، لاني عارف انت جاي لي جاي لي، والانصاف جاي لي جاي لي. فالنهارده الحقيقه اسبوع من الانتصارات المتتاليه، يعني الحكم اللي خده الاستاذ محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب فيما تم من اساءات اليه من شخص، هو خلينا نقول منطوق الحكم الحقيقه. لانه ده منطوق حكم قضائي. قضت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر إسماعيل بتأييد حكم محكمة الجنح بحبس وتغريم المدعو جهاد محمد نصر الدين الغزالي وشهرته جهاد الغزالي بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة. وكان جهاد الغزالي قاد حملة تشهير وإساءات لرئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته. طالت الزمم والأعراض والإساءة لأسرة الكابتن محمود الخطيب بالاتهامات الباطلة والأكاذيب مدفوعا من آخرين، وهنا أنا قصدت فكرة الألسنة المأجورة، ومدعيا أنه عضو بالنادي الأهلي على خلاف الحقيقة. ورفض رئيس الأهلي الرد على إساءات الغزالي والتي لاقت استياء الرأي العام لأن جميعها ينافي الواقع، وآثر الصمت والحصول على حقه ومجلس الإدارة بالطرق الشرعية. وكلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية، وأقام رئيس مجلس إدارة الأهلي في الدعوة رقم 970 لسنة 2019 جنح اقتصادية، وأقام خالد مرتجي وجوهر نبيل ومهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي الدعوة رقم 979 لسنة 2019 جنح اقتصادية، وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المذكور 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 35,000 جنيه وإلزامه بدفع 20,000 جنيه تعويضا مؤقتا وأتعاب المحاماة. وبجلسات المحاكمة تقدم المذكور بأوراق وشهادات مرضية مدعيا مرضه وتلقيه العلاج بالخارج، وطلب من المحكمة استعمال الرافة. وبجلسة 14 مارس 2021 رفضت المحكمة استعمال الرافة لأسباب صحية، وكتب كده رفضت المحكمة دفاعه ودفوعه، وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة مع الاكتفاء بحبسه شهرا مع النفاذ مع الشغل والنفاذ. وتقدم دفاع رئيس الأهلي ومجلس الإدارة للنائب العام اليوم بالطلب رقم 11393 عرائض المكتب الفني لإدراج المحكوم عليه على قوائم منع السفر وترقب الوصول لتنفيذ حكم الحبس. شوف انا ليه قلت لك بالظروف الصحيه، هو طلب يعني الرأفه في تخفيف الحكم
مش لان ما حصلش كده او لانه صاحب حق في مقال، ولكن لظروفه الصحيه. ظروفه الصحيه خلت الثلاث اشهر شهر، ولكن باقي الاحكام واسبابها ظلت زي ما هي. النهارده احنا على المستوى الانساني نتمنى الشفاء لكل مريض، لكن ايضا على المستوى الانساني نتمنى من كل انسان انه يتقي الله فيما يقوله عن الاخرين، لان هذا امر بشع حقيقه يعني. فالقضاء النهارده ينتصر الى الفضيله، ينتصر الى الحقوق، ينتصر الى الحقيقه، وربنا بقى يحاسب كل واحد بعد كده على ما اقترفه. وخلي بالك الحكم ثلاث اجزاء، مده 3 اشهر بقت شهر مع الشغل والنفاذ، 35,000 جنيه و 20,000 جنيه غرامه وتعويض مؤقت. غرامه وتعويض مؤقت يعني ايه؟ يفتح الباب لحق لطلب تعويض صاحب الحق بقى يقدر حجم الاضرار ويطلب التعويض المادي اللي هو شايفه. ممكن تصل الى ملايين في بعض الاحيان. النهارده احنا بننحني لهذا الحكم الذي يطمئن كل انسان شريف صاحب حق الا تبتئس. وبنقول للناس خلي بالنا شويه، لان بخلاف الاحكام الوضعيه حكم الله سبحانه وتعالى هيكون اخطر بكتير من كده. ده الانصاف وده العدل. بس كما بدات المساله بجد اليومين اللي فاتوا كما لو كانت هي ايام جبر الخواطر. ايوه دي فضيله على راي صديقك الدكتور حسام موافي، الحقيقه اكثر من لفت نظر الناس لقيمه وفضيله جبر الخاطر. جبر الخاطر هو الجبر لا يكون الا للشيء المكسور. شوفوا بس التعبير اللغوي، الخاطر انكسر فيحتاج عمليه جبر، تجبير من الجبيره. بالظبط، هي هي جبيره الجبس اللي بتلحم المكسور، فاللي بيتكسر خاطره ربنا بيجبره له. فتبص تلاقي، استوقفني انا مع الحكم ده، لقيت كذا حد بيبعت لي فيديو لشاب او شاب صغير في السن مبتور الساق ماشي بعكاز، لكنه بيحب الكوره جدا وبيلعب برجل واحده وله طلب. شوف اللي كسرت الظروف الحياه ساقه ازاي ربنا هيجبر خاطره. نشوف الفيديو ده الاول. الشاب ده او الطفل ده عمر ايمن. الفيديو ده انتشر ولقيته جاي لي من ناس كتيره جدا، انه الطفل ده كل طلبه نفسه يزور النادي الاهلي ويشوف الكابتن الخطيب. اهلاوي هو ونفسه يشوف الكابتن الخطيب. فمن يومين كلمت الكابتن الخطيب لقيت تليفونه مقفول، كنت عايز ابعته له. بس شوف فكره جبر الخاطر وربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل واحد على ايه. فكلمت الكابتن اسامه حسني، قلت له الكابتن قافل تليفونه من الصبح عايز ابعت له حاجه. قال لي ايه؟ قلت له ولد معاق بينطق الكوره بحب قوي وبيقول ان كل نفسه يزور النادي الاهلي ويشوف الكابتن الخطيب. فاسامه ضحك قال لي ده الفيديو جالي، حولته على الكابتن لقيته بيضحك، قال له انا رايح النادي الاهلي اقابله. بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا كلها ماشيه في الاتجاه ده، في اتجاه ان انت بتجبر خاطر شاب او طفل صغير. خلينا نشوف الفيديو بقى في النادي الاهلي والكابتن الخطيب بيستقبل اهو. هتشوفوا دلوقتي كابتن الخطيب جه مخصوص للنادي رغم كان الفتره اللي فاتت عنده بعض المتاعب الصحيه، لانه جه علشان يشوف ايمن، عمر ايمن، وكمان احمد مصطفى، شباب من ذوي الاحتياجات الخاصه بيلحوا عليه نفسهم يشوفوه ونفسهم يزوروا النادي الاهلي. خدهم من على البوابه ودخل بيهم ملعب التتش واداهم الفانيلا هديه وقضى معاهم وقت ومضى لهم عليها اهو.
بص يعني الكابتن خطيب ممكن ما تلاقيش عنده وقت كتير لو العمليه طبيعيه. اه طبعا. لكن تقديره لا هو حريص على الانسانيات دي قوي. بالظبط. يعني تقديره لشباب في جبر خاطرهم بهذا الاهتمام الانساني الحقيقه، يعني يا جماعه دي قيم تتحيا بجد. دي قيم انسانيه لازم ان الناس تحرص عليها. شوف يا استاذ ابراهيم، قيمتك ان يكون انت سبب في قضاء حاجه واسعاد شخص، دي القيمه الحقيقيه للانسان. ما هو اللي ملوش قيمه ما حدش حاطط منه حاجه. ومش هيكون مصدر الهام لحد. ايوه. فالكابتن الخطيب مهما كانت مشاغله طول عمره، خلي بالك، هو حريص على دي رقم واحد. ضعيف انسانيا قوي. لا يعني جبر الخواطر والتواضع امام ان الناس اللي تراه سببا للسعاده بيتواضع امامهم. أيوة. هو يمكن ده اللي ربنا بيخليه يكبر خاطره في اللحظات الحرجه. بالظبط بالظبط. في كل تبص تلاقي الدنيا مكهربه. طب اقول لك على مستوى الانتصارات الكرويه والرياضيه، ايه الموقف الصعب اللي كنا فيه ده؟ لكن ايه الثقه عند الناس ان احنا ده وهو بيتحرك بالشباب دول جوه النادي بقى، وداهم ملعب التتش، يعني خلى الناس تاخدهم يروحوا ملعب التتش. ده ايه بتسميه ايه؟ دائما الناس تقول ماذا بينك وبين الله يا فلان، منهم الخطيب. هو ده اللي بينه وبين، هو ده اللي بيننا وبين ربنا. ايوه. انك تكون بهذا التواضع امام احتياج الناس ليك. احتياج الناس بالكلمه، مش ضروري الاحتياج المادي بمعناه يعني. انما بالكلمه، بالطبطبه، بالابتسامه، بالصوره، بالمقابله، بانك يعني تشوف ايه اللي تقدر تعمله عشان تكون مصدر سعاده لواحد. وخصوصا انت لما تشوف المهاره بتاعته، والله دي حاجه تروح. انا اعتقد ده لو قدمنا له في جوجل ولا في حاجه جينيس، اعتقد ان هو يقدر يلاقي له لقب من القاب موسوعه جينيس. لانه هو وعلى فكره فضل ينطق لحد ما توقف. ما هو ما وقعش، كان ممكن يكمل يعني. حاجه ربنا بيدي الناس بيعوضها تماما يعني. نرجو ان يكون ابننا او ابنائنا الاعزاء دول عاشوا لحظات سعيده في النادي الاهلي، عاشوا لحظات سعيده مع الكابتن محمود الخطيب، وربنا ياجره على اللي بيعمله ان شاء الله تعالى. الحقيقه يعني انا ليه بقول لكم محمود ابراهيم الخطيب رجل بقيمه النادي الاهلي؟ يعني انا شخصيا كنت اتمنى ان احنا ما نكونش قاعدين في قناه الاهلي عشان نحاول ندي هذا الرجل جزء من حقه الانساني قبل الرياضي، لانه حتى اذا كان الجزء ده انساني، الجزء الرياضي يا جماعه مهم جدا، وبيجي بسلوكيات طبيعيه مش بادعاء ولا بكلام. يعني كابتن خطيب بيحضر مباراه الاهلي والزمالك في كره اليد بنات، الاهلي بيتوج بكاس مصر، كابتن خطيب زي ما حرص على الحضور وتهنئه بنات الاهلي والاحتفال معاهم، لا توجه لبنات الزمالك، تصور معاهم وحياهم وصافحهم واشد روحهم. هو دي الرياضه. هي بصوا بقى النموذج الرياضي، زي ما بيبارك لبنات الاهلي وبيحتفل معاهم وبيهنيهم وبيفرح معاهم، اهو الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي مع بنات نادي الزمالك. على الرغم ما شاهدته هذه المباراه من تجاوزات من بعض الحضور، طالت كل اطراف الملعب مش بس النادي الاهلي والكابتن. لكن ده الرياضه بقى ما سابتش عنده غضاضه. ايوه هو ده. وانا منتصر اعمل ايه؟ اطبطب على الذي لم يدركه التوفيق، اترفق بيه، اقول له برافو عليك، هارد لك، وافرح ولادي وافرح نفسي بانتصاري، واطلع اعمل كده وانام وانا بالي مرتاح. ويحيي كمان بنات سبورتنج اللي خدوا الميداليه البرونزيه في كره اليد، ويحتفل مع الثلاثه، يعني زي ما بيفرح ببنات الاهلي وبيبارك لهم ويهنيهم، بيشد على ايد بنات الزمالك وبيشكرهم على مجهودهم وبيحيي بنات سبورتنج. هي دي الرياضه وهي دي العلاقه. سبورتنج والزمالك وغيره، اتساق مع النفس دي ثقافه، دي فلسفه، مش بيعملها هنا عشان حاجه محدده، دي ثقافه. ان انا ازاي اترفق بين ايام ما خد ايد الكابتن حسن شحاته وراح للجمهور. أيوة. هو متسق خطوات، متسق مع مكانه اللي هو النادي الاهلي، مع ثقافه المكان
اللي هي ثقافته وثقافة النادي الأهلي متسق مع أخلاقياته ونفسه، مفيش تعارض. احنا هنا لما بنشيد وبتاع له تطبيل ولا في سننا دي انا مش عايز حاجه من حد ومحدش يعرف يعمل لي حاجه خلاص، واخد بالك؟ الحمد لله لو خلصت دلوقتي انا مبسوط. بنديك الصحه. ما انا بقول لك لو خلصت بالتقاعد، لو خلصت باراده الله، لو خلصت باي حاجه. لكن انا بقول الكلمه دي عشان دي بتنور الطريق امام ناس كتير جدا. هذا النموذج اللي عايزينه يستمر، مش التجاوز واخذ الحقوق بالعنف والضغط والابتزاز، اخذها بالرفق والسعي والاخذ بالاسباب وجبر الخواطر. جبر الخواطر، لانه كمان حتى الاتساق في جزئيه الاتساق، زي النادي الاهلي يتسق مع وطنه، يتسق مع مجتمعه ويخدم اهداف بلده. فاكرين لما قلنا الوقت اللي مصر بتتجه لافريقيا، وفي الوقت اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتح مزيد من الروافد والعلاقات وتنميه كل اواصر العلاقات مع الاشقاء في افريقيا، الاهلي يتعاقد ولاول مره بمغامره شخصيه من رئيسه الكابتن محمود الخطيب كمشرف على الكره مع مدرب من جنوب افريقيا، فتسقف افريقيا السمراء كلها البطل مصر، ويتسق النادي الاهلي مع توجهات وطنه وبلده. النهارده كمان هذا الاسبوع في الوقت اللي الشقيقة العزيزة ليبيا بتستعيد جزء من استقرارها مدعومة من الدولة المصرية بكل فئاتها وطوائفها، نلاقي النادي الأهلي اتساقا مع رسالة وطنه وتوجهات بلده يفتح ذراعيه وأحضانه للأشقاء الليبيين، ويستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمكتبه أو في النادي ومعاه الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الحقيقة، اللي عبر لي على فكرة جبر الخواطر، يعني من قبل ما يسافر الرئيس بعثة هو راخر لفرقة الكرة في المباراة المهمة اللي هنجيلها بالتفاصيل، قال لي بإذن الله تعالى ربنا هيجبر خاطرنا. وقد كان كابتن محمود الخطيب استقبل في النادي الأهلي ظهر اليوم وفد نادي أهلي بنغازي. الوفد ضم من الأشقاء الليبيين الأستاذ خالد السعيطي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد العمروني وخالد البرعاصي وتوفيق الدغاري أعضاء مجلس إدارة أهلي بنغازي. كابتن الخطيب رحب بالوفد في حضور الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، والأستاذ محمد الجرحي عضو المجلس، والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات. الوفد الليبي زي ما أنتم شايفين قدم التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وقام الوفد الليبي الشقيق بجولة داخل النادي الأهلي، زاروا دولاب البطولات وزاروا تمثال الكابتن صالح سليم وزاروا مقر ملعب التتش، وأبدوا سعادة كبيرة. محمد الجرحي كمان يعني لما تشوف نماذج مجلس الإدارة، الله يا أستاذ إبراهيم تفرح. التنوع ده والمكانات دي كل واحد فيهم في مجاله وصل لفين. أيوه هو ده النادي الأهلي. أيوه. اللي يشرفك في كل مكان، هذه هي الأجواء التي يعيشها النادي الأهلي الآن. ده اللي أنا بقوله، شمس لا تغيب هذه الأيام على النادي الأهلي، شمس التقدير، شمس الانتصارات، شمس الزهو والاعتداد بالنفس. الكل يرى في النادي الأهلي حاجة حلوة، فلما يجي لك تطوعا يعبر لك أنك أنت حاجة حلوة، إيه الحلاوة اللي أنت تعيشها دي؟ شوف كلام الأستاذ خالد السعيطي رئيس أهلي بنغازي، طبعا عبر عن سعادته الكبيره زي ما انتم شايفين بوجوده في النادي الاهلي. قال ان احنا بنعتبر النادي الاهلي ده الواجهه الرياضيه المشرفه للوطن العربي كله، وقال ان انا سعيد للغايه في وجودي داخل هذه القلعه الكبيره جدا، لانه الاهلي باستقبال الكابتن محمود الخطيب لينا اللي احنا شايفينه احد اهم اساطير الكره في افريقيا، بياكد لنا على مدى اعتزاز النادي الاهلي واعتزاز مصر بشقيقتها ليبيا وبالاشقاء في ليبيا. شدد كمان على انه النادي الاهلي بقيمته الرياضيه وخبراته الكبيره جدا والبطولات التي يحققها، قال رئيس اهلي بنغازي انه الاهلي المصري الملهم لينا دايما وابدا هو مصدر الفخر الكبير لكل الانديه في الوطن العربي وافريقيا، وقال ان احنا بنتطلع الى التعاون مع النادي الاهلي وانه يقدم لنا خبراته الكبيره جدا وكوادره في الارتقاء بتطوير الكره والرياضه في ليبيا وخصوصا في نادي اهلي بنغازي. كابتن محمود الخطيب وجه للأشقاء الليبيين أعضاء أهل بنغازي الشكر على هذه الزيارة،
واكد لهم على استعداد النادي الاهلي لتقديم كل ما يحتاجه الوطن العزيز ليبيا وكل ما تحتاجه الرياضه الليبيه ونادي اهلي بنغازي من دعم ومسانده. وقال للنادي الاهلي دائما وابدا اتساقا مع ثوابت بلده وقيمه ليبيا لدى المصريين على تقديم كل العون الرياضي ان شاء الله. كانت زياره مهمه يا باشمهندس. زياره مهمه وزياره ماشيه في خط بقالها مده ان النادي الاهلي ده حاجه تستحق الاحترام. وده اعظم شعور اهم من الحب. ان الناس تقابلك بنظره الاحترام. اللي هنلمسه دلوقتي في اقوال بعض المنافسين اللي كانوا بينكروا علينا كل شيء، آن الأوان ليعترف بكل شيء عندما يتعرضوا لموقف يستدعوا فيه النادي الأهلي كقدوة. وآن الأوان إن احنا نطلع لفاصل قصير وبعده نتواصل بكلام مهم. عدنا لنلتقي مع شمس أخرى من شموس الإنجاز والزهو والانتصار في مجال آخر، في مجال الإنشاء والإقتصاد. إبراهيم، الحقيقة ده في إطار برضو ما يحدث في النادي الأهلي، لأنه ما ظنش أبدا في تاريخ النادي الأهلي حدث نوع من تعظيم الموارد. تعظيم الموارد ممكن يحصل قفز للميزانية وممكن يحصل زيادة روافد لتنمية الموارد، لكن تعظيم الموارد بقيم اقتصادية جديدة بأنماط استثمارية جديدة دي مسألة لمجلس الإدارة الحالي يحيى عليها بكل قوة. إحدى ثمار هذا التعظيم الكبير لموارد النادي الأهلي كان احتفال النادي الأهلي مع شركة استادات الوطنية بافتتاح فرع الأهلي الأقصر هذا الأسبوع يا باشمهندس. افتتاح رائع ومبهر ادهش الجميع. يعني انت لو تذكر التسخين كان الشتاء اللي فات رحت انا وانت مع اول انطلاقه للفكره يعني، وركبنا الحنطور وقعدنا في الهواء وخدنا برد وكل حاجه ومشينا في شوارع الاقصر وشفنا ناسها بيحبوا الاهلي قد ايه وفرحتهم بالتجربه دي قد ايه. وهنا بيقول لك ان النادي الاهلي منفتح على كل التجارب الاقتصاديه والانشائيه اللي تفيد البلد وتفيده وبشيء من المرونه ما بيحاولش يطلع منها كسبان لوحده. تلاقي كل العناصر طالعه كسبانه. استادات وقد حققت فكره اقتصاديه وانشائيه مهمه ضمن سياسه هي متبنياها في كل المحافظات. اهل الاقصر هم عطشى لهذه التجربه وللنادي الاهلي تحديدا، فبيتحقق لهم ان يتعمل هذه التجربه عندهم. ثم النادي الاهلي وهو يفكر في تعظيم موارده زي ما انت قلت ويسبق الاحداث. انا لو وقفت عند هذا الحد هتفضل مواردي تنمو بس ممكن احتياجاتي تتعظم تاكلها. لازم اسبق انا احتياجاتي. هو ده الشفافيه الدور. الماليه شوف هو الدور ده بقى. السلام الوطني المالية. يا باشمهندس الدور الوطني في انه النادي الاهلي يتسق كمان كمجلس إدارة مع سياسات بلده ووطنه وتوجهات مصر في هذه المرحلة بمزيد من مشروعات التنمية في الصعيد بالذات. يعني أنا عايز أقول لك، طب ما تيجي نكلم واحد من أصحاب الفرح العميد محمد مرجان معانا من الأقصر كمان. يا سيادة العميد أهلا بيك. يا أستاذ إبراهيم إزاي حضرتك؟ يا كابتن عادل إزاي حضرتك؟ وحشنا يا ريس. وحضرتك والله ربنا يخليك. طب منا ألف مبروك الافتتاح المبهر جدا، ودينا يعني مضى أسبوع على هذا الافتتاح، إزاي شفته يعني وإزاي اللي جاي؟ أتمنى اللي احنا نعمل ملك وكتابة إن شاء الله بإذن الله من النادي. أنا موجود في النادي دلوقتي هنا، لا حاجة جميلة جدا. أنت في الأقصر كويس؟ أنا في الأقصر وقلنا لازم نبقى موجودين طبعا. ده أول أسبوع بعد الافتتاح على طول، فجينا برضو كده زيارة برضو مفاجأة للناس اللي موجودة، بس ما شاء الله طبعا يعني لقينا اللي متوقعينه، وباذن الله الفتره اللي جايه هيبقى فيه برضو اكتر متابعه من كده عشان خاطر لازم. احنا النهارده ده زي ما حضرتك قلت وكابتن عادل قال، يعني ده مشروع وطني النادي الاهلي مشارك فيه مع شركه السادات لتنميه جنوب الصعيد. فانا مش عايز اقول لك رد الفعل لاهالي الاقصر عامل ازاي. الناس مرحبه جدا بالفكره بعد الافتتاح الرائع
اللي حضرتك شرفتونا فيه بقى في اقبال قوي جدا. ان شاء الله الاكاديميات بتاعتنا هتبدا كره قدم، سباحه، كاراتيه، 1/4 باذن الله. كويس قوي. النهارده برضو 1/4 تبدا الاكاديميه الكره والسباحه. ده كويس ان شاء الله الكوره والسباحه والكاراتيه. ويمكن انا يعني اول ناس هتبقى عارفه مدير اكاديميه الكوره ان شاء الله باذن الله فرع الاقصر او اهل الاقصر هيبقى كابتن اسامه عرابي، وتوصلوا معاه الاتفاق النهارده ان شاء الله. فباذن الله على طول عشان خاطر تبدا اكاديميات الكوره طبعا مع اشراف كابتن شطه، بحيث احنا هنقدم خدمه يعني لاهالي الاقصر وجنوب الصعيد، لان احنا في الاخر برضو ده زي ما حضرتك قلت مشروع قومي، مشروع وطني. اسم النادي الاهلي اسم كبير، شركه السادات شركه وطنيه برضو اسمها الحمد لله كبير. فاحنا بنقدم خدمه ان شاء الله يكون فيها فعلا فعلا يطلع منها ابطال حقيقيين من الصعيد يشاركوا معانا في المنتخبات القوميه، يشاركوا معانا في كل انديه مصر. فهو ده الاساس بتاعنا ان شاء الله يعني. بص يا محمد بيه، انت ذكرت ان في كاراتيه وسباحه وكوره، دي بدايه الالعاب اللي هتبدا. دي بدايه. انا عايز اقول لك حاجه، لان طول عمري نفسي حد يتبنى هذا الامر. لان انا كنت بسرح تملي مع العاب القوه. هي ليه العاب القوه اصحاب البشره السمراء وافريقيا بيتفوقوا فيها؟ اكتشفت ان كل ما تروح جنوبا كل ما تلاقي ابطال العدو، بالذات العدو في المسافات المتوسطه والطويله. اتمنى يكون العاب القوى ليها نصيب، وبالذات في العاب العدو في هذا الفرع. انا متصور انها هتقدم لمصر ابطال كبار قوي. لا ان شاء الله طبعا دي ليها نصيب، ونصيب كبير جدا جدا. لكن انا بقول المرحله الاولى طبعا انت عارف احنا بس كنا فعلا عايزين ننزل على الارض ونقف على الارض. فاحنا بقالنا بدايه من 12 مارس الشهر ده، احنا ده وقت قليل جدا جدا جدا. أي. من بعد ما رجعنا حتى كمان من كاس العالم للانديه، وربنا يعني وفقنا ومركز اتحاد النادي الاهلي، احنا صممنا مع شركه السادات اللي احنا لازم فرع الاقصر يكون حقيقه ويفتح على طول ويكون بدايه سريعه جدا. حاجه جميله الحقيقه. 25 يوم قدرنا اللي احنا يعني بجهد مشكور من اداره الانشاءات او اداره الهندسيه عندنا في شركه السادات، قدرت بصراحه ربنا يعني تقدر ان احنا نفتح، وفتحنا فعلا وهو ده الواقع. فالمرحله اللي بعديها احنا هنبدا على طول نشتغل في الاكاديميات الرياضيه، والاكاديميات الرياضيه احنا المرحله الاولى كوره، كاراتيه، سباحه. المرحله الثانيه ان شاء الله الالعاب الجماعيه كره يد وكره السله والطايره. وبعد كده طبعا العاب القوى هيبقى لهم النصيب الاكبر، لان زي ما انت قلت واحنا ده مستهدف بالنسبه لنا، اللي احنا عندنا قناعه تامه اللي هيكون عندنا ابطال عالم باذن الله من جنوب الصعيد في العدو وفي الالعاب القوى ان شاء الله. فلكن احنا واخدينها مراحل باذن الله. باذن الله على شهر 6 يكون كل الاكاديميات اكتملت، وباذن الله بتقدم افضل خدمه لاهل الاقصر ان شاء الله. ده شيء رائع جدا، لان انا كمان حتى لاحظت في الجوله ديت يا سياده العميد انه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهو بيزور الاقصر بيناشد كل الناشئين وكل الاولاد الموهوبين في الرياضه او اللي عايزين اسرهم تمارس الرياضه يلحقوا ينضموا الى فرع النادي الاهلي كراعي كبير جدا لهؤلاء الناشئين الموهوبين. هل استقبال هذه الاكاديميات سباحه وكوره وكاراتيه قاصر على اعضاء النادي الاهلي في الاقصر فقط، ولا هيفتح بابه للجميع؟ في الوقت الحالي هيبقى طبعا الاعضاء لازم يكونوا خصوصيه في الوقت الحالي. لازم الاول الالعاب وخصوصا السباحه بالذات، الالعاب يعني في العاب هنحاول نفتح فيها طبعا لكل اهل الاقصر او الصعيد. ولكن في العاب دي دايما زي النادي الاهلي في العاب كده بتبقى مقتصره على الاعضاء، ودي بتبقى خدمه من مقدمينها العضو النادي، يعني السباحه، الكاراتيه. السباحه دي 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 بتاعتك. ما عشان كده. ولكن طبعا كره القدم، العاب القوه هنفتحها باذن الله، هنحاول نفتحها لان احنا عايزين اكبر عدد ممكن نكتشف منه مواهب فعلا تكون مواهب حقيقيه تخدم البلد ان شاء الله. فدي يعني العاب القوه وكره القدم هنحاول نفتحها لاهالي الصعيد بالكامل، لغايه اما برضو يكون في شراكه قويه مع النادي الاهلي، يكون في اسم النادي الاهلي في الصعيد برضو في منطقه اخرى غير الاقصر. هي بدايه، البدايه دي لازم تنجح ان شاء الله باذن الله، وهتنجح بتكاتف الناس كلها مع بعضيها، هتنجح بوجودكم، لازم تبقوا حضراتكم موجودين خلال الفترات اللي جايه، موجودين على ارض الواقع. الوجود ده هو ده اللي هينجحنا ان شاء الله. انا عايز اقول لكم احنا في منطقه طيبه، منطقه طيبه دي لسه منطقه جديده، انا متوقع في خلال يعني سنه او سنتين ان شاء الله باذن الله المنطقه دي هيبقى فيها تعمير، وهو دي بقى الرساله اللي يعني النادي الاهلي بيحققها
كدور الوطني مع شركه السادات. دوره التنموي اينما حل بعد كده هتلاقي في الاعلانات بجوار اهل الاقصر، هتلاقي الاراضي كلها زي اهل مدينه نصر كده بجوار اهل الاقصر. بجوار اهل الاقصر زي مدينه نصر، زي وزي التجمع كده، زي التجمع بالظبط. النهارده كل التجمع الناس كلها بتبيع على حس النادي الاهلي. صحيح. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ودعواتكم معانا ان شاء الله باذن الله. طيب سيد العميد، انتوا بقى في استادات مؤكد ان في خطه شامله يعني واضح جدا انه على الخريطه في شغل كبير جدا في الملاعب او في الرياضه وفروع الاستادات كتيره اللي انتوا بتفتتحوها، ايه الجديد فيها؟ برضه نفس القصه، احنا هنبدا الاكاديميات 1-4 في اكثر من فرع في استادات، بحيث الاكاديميات هتبدا تشتغل بالفعل اكاديميات كره القدم في طنطا وفي البيلي كوم وفي ان شاء الله اسوان، وهيبقى في افتتاحات باذن الله قبل العيد، افتتاح كل الفرع اسوان بالكامل باذن الله، فرع البيلي كوم بالكامل ان شاء الله باذن الله، وبعد كده فرع طنطا وكفر الشيخ وبنها، ده هيبقى في افتتاح. دي اخبار عظيمه. احنا بنتحرك لان الحمد لله، يعني طبعا بص يعني لو كنا استنينا اكتر من كده هتبقى مشكله، لان احنا المشروع مشروع كبير جدا، مشروع قومي، فكر راقي جدا جدا، عايزين شبابنا يبقوا موجودين النهارده. شبابنا انت بتوصل له رساله ان الرياضه دي اهم من اي شيء، طالما انت عندك رياضه وهنشتغل على محاور اساسيه فيها، المحور الاول طبعا ازاي يبقى في محو امال للرياضه، بحق الناس كلها تمارس رياضه، وده اللي احنا بنعمله مع شركه السادات، اللي انت بتغير البنيه التحتيه وبتجهز ملاعب تستقبل ولادنا بشكل محترم. والفكر الثاني ازاي التعليم اللي احنا شغالين فيه وهو اكاديميات هيبقى تعليم واستثمار في نفس الوقت. الفكر الثالث بقى اللي هو قطاع البطوله او تجهيز البطل الاولمبي، اللي احنا النهارده من قطاع الاكاديميات ده من يصلح اللي هو فعلا يبقى بطل هنبدا ناخذه، وهنبدا هنشوف الانديه الكبرى وبدايه طبعا النادي الاهلي وكل الانديه في كل الالعاب بحيث تستثمر في اولادنا. فهو ده اللي احنا هنشتغل فيه الفتره اللي جايه، ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ان شاء الله عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر شباب مصر ان شاء الله باذن الله. لا، فكرة محو متر الشباب رياضيا دي مسألة هدف قومي كبير الحقيقة، لأنه فعلا محتاجين ده بشكل أساسي. يعني أنت متخيل يا محمد بيه أن لو النادي الأهلي في 27 محافظة متواجد، وجه الرياضة هيتعمل فيه إيه، والشباب الرعاية الرياضية هيكون عامل إزاي، والقيم الانتماء للبلد وقيم الانتماء للسلوك الرياضي هتبقى عاملة إزاي. يعني هو مشروع له علاقة بثقافة للأجيال القادمة محتاجها جدا جدا، نغرس المعاني والقيم والتقاليد الأصيلة في حب هذا الوطن من خلال الرياضة والنادي الأهلي. يعني متهيألي يا كابتن عدلي النادي الأهلي أدى دوره خلال يعني من 1907 لغاية النهاردة، بيأدى دوره كويس جدا 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 وبطال قوة. النهاردة النادي الأهلي في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا بصراحه يعني بكل الضغوطات اللي تعرض بيها ادى دوره الوطني بالقوه. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اسم النادي الاهلي اسم كبير، كابتن محمود الخطيب بيفكر دايما ازاي يروح لجمهوره في كل الاماكن، ده في حد ذاته مع فكر الدوله المصريه ازاي يبقى عندك تنميه، ازاي بتحافظ على شبابك، ازاي بتخلي شبابك يتجه للرياضه ويبقى موجود في مجتمع صحي افضل ما يروح في اي مكان اخر. هو ده زي ما احنا النهارده كان تركيزنا في النادي الاهلي اللي انت بتطور فيه وبتطور في منشاته وبتطور في خدماته عشان خاطر ولادنا ما يخرجوش بره ويبقى خارج رايح ناديه وبيمارس الرياضه فيه وبيخرج مع اصحابه فيه، نفس القصه هو ده اللي احنا هنعمله بالتوازي مع شركه السادات في انديه سيتي كلاب بالكامل عشان خاطر برضو اولادنا يبقى عندهم المتنفس الصحي اللي هو بيخرج فيه، اللي ما بيحافظ على فكره وبيحافظ على رياضته وبيحافظ على دراسته. يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الدوله النهارده بتتحرك، اي حد النهارده عايز يشارك محدش البيبان مفتوحه، ولكن نشارك باخلاص وبنشارك بحب، هنوصل الرساله بتاعتنا وده دورنا، احنا دورنا رياضه، فاحنا هنوصل من خلال الرياضه دورنا اللي احنا الفتره اللي جايه يعني هنتعاون فيه، وباذن الله باذن الله هيبقى في مزيد من الشراكه مع النادي الاهلي وكابتن محمود ان شاء الله باذن الله، هنبقى في اكثر من مكان، هنحاول نخش على وجه بحري برضه بالمشاركه مع السادات، لسه يعني في خطه اكثر من خطه، ولكن في الاخر الهدف الاساسي بتاعنا زي ما انا قلت كده برضو ازاي يبقى عندنا ثقافه محو اميه الرياضه على مستوى مصر كلها، هي دي الاساس بتاعنا، لازم الناس كلها بتمارس الرياضه ان شاء الله لو نص ساعه ان شاء الله لو ربع ساعه، بس اهم حاجه محو اميه الرياضه هي دي. سؤال مهم يا استاذ العميد، واحنا كنا في الاقصر الفتره الاولانيه، بعد ما رجعت بمدد وحتى الان في اتصالات تليفونيه ناس كتير جدا متصوره ان يعني ان الكاباسيتي بتاعه او الطاقه او الحجم العضويه يعني
يعني زي قلت ايه فول او اتقفل. هل هناك نية لفتح اشتراكات او استمرار قبول اشتراكات عضوية؟ لان ناس كتير جدا بيسألوني هذا السؤال من الاقصر والاماكن المحيطة بها. لا الكباسيتي لسه لسه احنا عندنا يعني استعداد هنقبل مجموعة كبيرة جدا 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 من الاعضاء، ولكن هي كانت مرحلة اولى، واحنا قفلنا المرحلة الاولى بعد ما هي نفذت بالكامل، وهنفتح المرحلة الثانية ان شاء الله باذن الله بداية من 1/4 عشان خاطر نستقبل فيها معاك احنا بقى في المرحله الثانيه دي باذن الله 1/4 بقى ان شاء الله. انت هتشرفنا، لان اصلا هي بتبص مراحل، ما ينفعش النهارده كنت افتح المرحله الاولى وانا النادي خلاص احنا عملنا فكره حياتك من سنه عملنا الاسم، طب فين هو النادي؟ هي نفس القصه النهارده احنا بقى في نادي واقع، خلاص ده واقع حقيقي احنا موجودين فيه، في اعضاء موجوده فيه، في ملاعب، في خلاص ده حقيقي. فهفتح المرحله الثانيه واحنا على ارض صلبه عشان خاطر يبقى النهارده في مصداقيه في التعامل مع الناس كلها. نفس القصه بالتوازي مع الانديه الاخرى، انا بتكلم هتكلم برضه على السادات، نفس القصه احنا كنا قفلنا المرحله الاولى لان ما ينفعش النهارده انا باخد عضويات والاماكن لسه مش جاهزه مش مفتوحه، لكن اي مكان هيفتح ان شاء الله فعلي هنبدا نفتح العضويات. هي دي سياسه النادي الاهلي وانت بقيت متمرس فيها يعني الحقيقه. بص احنا النادي الاهلي دايما بينجح عشان في صدق في مصداقيه في الكلام، انت اتعلمنا دايما الكلمه اللي بنقولها هنبقى قدها، ما ينفعش النهارده اكون بضحك على على حد او بكذب، ما ينفعش عيب. فانت النهارده كل مرحله هتعديها وهتقف فيها على رجلك هتفتح وتستقبل فيها، لا بالعكس طمن الناس كلها احنا عندنا استعداد نستقبل. النادي الاهلي النهارده ما شاء الله 156,000 عضويه، الانديه النادي الاهلي الاقصر على اتم استعداد اللي هو يستقبل عضويات الفتره اللي جايه، وهنفتح بنقول لغايه دلوقتي كان في ناس ويتنج ليست احنا ابتدينا نقبلهم وابتدوا بيخلصوا لهم عضوياتها، ومن 1/4 نفتح المرحله الثانيه ان شاء الله عشان يكون عندنا اكبر عدد من اهالي الاقصر ويكون حققنا فعلا الهدف اللي احنا عايزينه ان شاء الله. يعني نقول قرايبنا في الصعيد 1/4 اللي راغب يدخل كمان في عضويه الاهلي باذن الله في الاقصر، وهيلاقي البيبان مفتوحه والناس بترحب فيه وفي انتظاره، واتمنى من قناه الاهلي تبقى موجوده 1/4 مع بدايه الاكاديميات الرياضيه بينقلوا الحدث، وهي مع ده اول ده بدايه جدا عشان العيش الشمسي بقى والكلام اللي بالي بالك ده. بص بقى طبعا يعني شوف يا كابتن عادل انا اقول لحضرتك حاجه، عايز يعدل من البر الغربي. ايوه هنروح مع بعض وهنروح البر الغربي. يلا يا كابتن عادل انت عند حضرتك تاريخ بامانه وعند حضرتك تاريخ للنادي الاهلي، ربنا يخليك. انا سعيد وفخور النهارده اللي انت فعلا هيبقى عندك يوم من الايام تاريخ بتحكيه النهارده، ده مولود جديد ليك في الصعيد. انا وانا قاعد فيه انا مش عايز اقول لك سعادتي عامله ازاي، وانا متاكد انت نفس الكلام. لو الاخبار الجميله اللي قلتها صحيح. عن الفروع الاخرى دي لان دي كانت مطلب، وفي حاجات تانية اتواصل معاك بعدين اقول لك اماكن كتيره جدا طالبه مني اعرض عليكم ايه. انا معاك يا كابتن عادلي وتحت امرك، وانت طبعا استاذنا وربنا يكرمكم ويخليكم لينا، ودايما دايما ربنا يوفقك يا رب، ونبقى استمرار ليك ولغايه ما حد يجي يستلم مننا ان شاء الله باذن الله. دايما موفقين باذن الله يا استاذ العميد. شاكرين. ربنا يخليك يا فندم وشكرا جدا جدا. شكرا جزيلا. للعميد محمد مرجان، اعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله خصوصا اهلنا وناسنا في الصعيد. مداخله مهمه جدا. 1/4 فرصه جدا ان انت تنضم لعضويه النادي الاهلي في يعني الاقصر ان شاء الله. هذا خبر ينتظره الكثير بالظبط في الصعيد. طيب كمان عشان نطمن جماهيرنا كمان على المنتخبين الوطنيين، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، لانه منذ قليل الكابتن شوقي غريب اعلن قائمه المنتخب الاولمبي اللي بتستعد لخوض باذن الله دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. القائمه ضمت عمر رضوان ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر صلاح ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، يعني الكابتن شوقي واخد 5 حراس مرمى ما شاء الله، واخد كمان اسامه جلال، احمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، محمود الجزار، محمد عبد المنعم، عبد الغني محمد، كريم فؤاد، حسن علي، احمد عيد، العربي بدر، عمار حمدي، احمد هاني، اكرم توفيق، امام عاشور، يوسف الجهري، احمد سعيد، احمد الندري، محمود نبيل، فوز الحناوي، عبده يحيى، احمد عبد القادر، ابراهيم عادل، صلاح محسن، ناصر منسي، أسامة فيصل، فادي فريد، وطاهر محمد طاهر. استوقفك حد من الأسماء؟ طبعا. أولا لما تيجي تبص القايمة بتضم إيه؟ أي. بتضم أحمد رمضان بيكهام، محمود الجزار، عبد المنعم، 3 في مركز الستوبر في مرشحين لمنتخب بقوة لمنتخب مصر الأولمبي. هذا يطمئنك عشان الناس بس ايه ما تقعدش مع كل شويه ايه
ليها طلبات ساعات بتنسى احنا عندنا مين. لما تشوف كمان العربي بدر، عمار حمدي، اكرم توفيق، وبعدين استوقفني بقى، لازم استوقفنا انا وانت احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ما شاء الله، المفاجاه اللي ما كانش حد شايفها. رغم ان انا من سنتين ده معار من الاهلي يا جماعه، ده بيمثل حاجه كبيره جدا لمستقبل الكوره ان شاء الله. من سنتين او ثلاثه كان بالنسبه لي انا، لا كان حاله، لانه يعني كان عايز ياخد تجربه بره، ويا ابني جدد، طب روح وتعالى، وفي الاخر راح جرب ورجع النادي الاهلي عشان يظهر ابداعات ما كانش حد ملتفت اليها. هو عنصر من العناصر، عارفين موهبته من الاول في قطاع الناشئين، لكن تطوره بالشكل ده ربنا يعني حتى من المعارين يا باشمهندس عشان الناس تبقى فاهمه، احمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار، كمان عندك 11 عنصر ولا عمار حمدي، واخد بالك، ومحمود الجزار، والعربي بدر، دي العناصر المعاره اللي هتمثل اضافه قويه جدا ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب كابتن حسام البدري كمان وهو بيستعد بالمنتخب الاول لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كاس الامم الافريقيه، المباراتين هيبقوا 25 و29 هذا الشهر، اختار القائمه بتاعته النهارده فيها 8 لعيبه من النادي الاهلي، مضاف اليهم احمد ياسر ريان اللاعب الاهلي المعار لسيراميكا. قائمه الكابتن حسام البدري في المعسكر اللي هيبدا يوم الاحد ان شاء الله ضمت محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد بسام، وعامر عامر، وكمان محمد هاني، وعمر جابر، وايمن اشرف، واحمد ابو الفتوح، واحمد حجازي، ومحمود حمدي الونش، وعلي جبر، واحمد ايمن منصور، ياسر ابراهيم، ومحمد النني، وعمرو السوليه، طارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، وتريزيجيه، ومحمد فاروق، واحمد سيد زيزو، واسلام عيسى، مصطفى فتحي، ومحمد مجدي قفشه، ومصطفى محمد، وحسام حسن، واحمد ياسر ريان، ومحمد شريف. 18 عنصر في المنتخبين ما بين معار وموجود في مع النادي الاهلي، بالاضافه الى بعض العناصر اللي هي عندها اصابات وكانت مرشحه للانضمام. الا يطمئنك هذا على مستقبل النادي الاهلي؟ طبعا طبعا. الا يطمئنك هذا على قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ الا يطمئنك هذا على ان الاهلي بيفكر اليوم وغدا عشان الناس ما تقعدش باستمرار تتصور ان اداره النادي الاهلي غافله وتنبهها؟ حلو قوي انك مشغول بالنادي الاهلي، وحلو يا سيدي كتر خيرك، قول بس وانت بتقول تبقى عارف ان عندك اداره بتفكر ومستمره ومش فايتها حاجه، و ما تفقدش ما تفقدش ايمانك بسياسه الاهلي عند حدوث اي كبوه طارئه. خلينا كلنا ورا النادي الاهلي متاكدين ان النادي الاهلي هيمر بلحظات يتعافى منها سريعا ليحقق الاهداف الكبرى. يحقق الاهداف الكبرى لانه سارت الامور على ما خطط لها. كلام مهم وتفاصيل مهمه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن منذ قليل كمان الاتحاد الافريقي اعلن عن مواعيد مباراتي الجولتين اللي جايين بقى. الاهلي هيلعب المريخ السوداني في ام درمان يوم 3 ابريل الساعه 3 العصر. ما دام الساعه 3 يبقى يوم 3. ليه؟ لانه قال لك الاهلي مع سيمبا التنزاني يوم 9 ابريل 9 مساء. فاللي هيلعب 9 ابريل هيلعب 9 مساء، الاهلي وسيمبا التنزاني في القاهره، ويحكمها بملكه سيمبا الاثيوبي. دي مباراه الاهلي وسيمبا، لكن مباراه الاهلي والمريخ السوداني هيحكمها طاقم حكام اثيوبي، اسف، بملكه سيمبا. ده مباراه ام درمان، الاهلي والمريخ 3 ابريل 3 العصر. هو المريخ بيلعب عاده الساعه كام؟ المباراه اعتقد احيانا نهارا واحيانا مساء، لكن الاهلي وسيمبا 9 ابريل 9 مساء في القاهره، يحكمها مصطفى غربال الجزائري، وده بالمناسبه الحكم بتاع القاضيه ممكن، ده الحكم اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك في الدور النهائي. وبمناسبه الزمالك كمان، الاتحاد الافريقي ثبت موعدي مباراتي الزمالك. الزمالك هيكون في الجزائر مع المولوديه يوم 3 ابريل الساعه 9 مساء، هيديرها طاقم حكام من بوروندي، وهيختم الزمالك يوم 10 ابريل
مع تونس السنغالي في القاهرة، وهيديرها طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم. يعني الزمالك هيلعب 3 إبريل في الجزائر، والأهلي هيلعب 3 إبريل في المريخ. والماتشين بالليل. الزمالك المباراتين 9 مساء في الجزائر، ومساء أيضا مع الفريق السنغالي في القاهرة. إذن الزمالك 3 و10 والأهلي 3 و9 إبريل. ربنا يوفق. أنا خليني في الأهلي، الزمالك طبعا نتمنى له التوفيق، لكن خلينا في الأهلي. ربنا وفقنا في ماتش المريخ، مهم جدا مباراة المريخ. هو دلوقتي الحسبة بتاعة الأهلي إن شاء الله تعالى عشان يطلع أول البطولة أو أول المجموعة، يكسب المريخ السوداني، وبإذن الله تعالى يلعب على الفوز مع تسيمبا في القاهرة، فوزه بأكتر من هدف يضمن له بإذن الله صدارة المجموعة. لأنه لو بصينا على المجموعات الثانية هنلاقي الترجي بيضمن صدارته، الوداد بيقبل بيضمن صدارته، وصن داونز بيضمن صدارة. طيب احنا دلوقتي بس عايزين نقول ان الفوز في الخرطوم هيخليك وصلت، الفوز في القاهرة هيخليك تتصدر. خلينا نعمل كل مباراة مباراة بمباراتها، وبعدين هقول لك الحزمة بتاعت سيمبا ازاي بعدين. هتقول لك لكن مبدئيا كلام كتير في هذا السياق كان معاكو في الغربال، وسارت الامور كما خطط لها بعبارتك الشهيرة. ما خلصت. سارت كما خطط لها. الحمد لله. ان يكسب الاهلي خارج الارض 3-0 على فيتا الكونغولي، اعتقد كانت مسألة مهمة جدا. مهمة جدا، مفيش بديل عنها. ومفيش بديل عنها لترسيخ فكرة اللي شبكنا خلصنا. اخر 10 دقايق واحد صاحبنا بعت لي رسالة قال لي والنبي قول للمهندس عدلي يلحق يتفرج على اخر 10 دقايق. ده حصل. حصل بعد ما ضمان. لا اول ما قالوا لي الجون الثالث رحت متابع. الدار امان خلاص. بس انا بتفرج بعد كده بشوف كل حاجه. انما اللي عايز اقوله انك انت اهميه انك تكسب ايه؟ انك بترسخ لفكره، اولا مفيش حاجه اسمها صعب ومستحيل. ثانيا ادراك اللعيبه بالمسؤوليه، يبقى عندهم النو هاو بتاع ان انا لما اتزنق هعمل ايه؟ النقطة دي مهمة جدا يا أستاذ إبراهيم، إنها تتكرر معاك كل ما تتزنق، تبقى مسؤوليتك إنك أنت اللي تخرج نفسك من هذا المأزق. نتمنى إن إحنا ما نتزنقش بعد كده، والدنيا تبقى مرتاحة عشان جماهيرنا تبقى مرتاحة، وإحنا مش ناقصين كلنا نعيش في توتر. كرة القدم عشان السعادة مش عشان التوتر، ولو إن التوتر جزء عشان تتفرج عليها مش تتفرج على الإعادة. ولو إن التوتر جزء من ساعات من السعادة يعني. يعني انك انت تحقق هدفك وانت بعد توتر، ده سعاده جامه جدا. جزء كمان من السعاده لما تلاقي هذا المردود الصحفي في تقدير انجاز الاهلي وفوزه. لانه الحقيقه لو رجعت لكلام الناس قبل البعثه ما تسافر، وعاصفه التشكيك في بيتسو موسيماني، وكلام كتير على موقف الاهلي المهدد ومخاطر تهدد الاهلي، وكلام كتير جدا حتى على الظروف الصعبه اللي كان الناس بتتكلم على الطقس، بتتكلم على الارض الترتان، بتتكلم على اللعب الساعه 2، بتتكلم على 90% من درجه الرطوبه، خلت حتى ناس كتيره قعدت تتكلم على هذه الظروف الصعبه. يمكن انا اضطريت ان انا اكتب على تويتر مفيش اعذار نلعب ولو في النار. يعني فكره ان انت خلاص انت حاطط الفريق قدام الحل الواحد، الاهلي بكبريائه وبقيمته يكسب بره. مش صعب عليه الهلال برضه. بيذكرني ماتش الهلال بالظبط اللي ما رحنا له، واحنا ما عندناش بديل غير ان احنا ما نتغلبش. بس كان الظروف احسن شويه، ما نتغلبش، عندك 2 اوبشن. صحيح. لكن انا اتمنى ان احنا يعني نحافظ على يعني اسباب تفوق، اسباب تجاوز الصعاب ده. ايوه انا ما اقدرش اضمن نتائج، بس اللي عايز اضمنه ان اخذ بالاسباب. أيوة. ويبقى دايما شكلي ان انا عملت اللي عليا بالظبط، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.
وعناوين الصحف. مجلة الأهلي خرجت تاني يوم على طول في العدد اللي نزل امبارح: المستحيل مش أهلاوي، بالثلاثة هزمنا فيتا في كنشاسة، بالتحدي وروح الفرسان قهرنا الطقس والترتان. وقالت الأخبار: الأهلي يتوهج في كنشاسة، قدم عرضا رائعا وهزم فيتا بثلاثية شريف وقفشة وطاهر. الأهرام: الأهلي يفوز على فيتا الكونغولي بثلاثية نظيفة بكنشاسة في دور الأبطال، شخصية البطل تظهر خلال الشوط الأول والأهداف لشريف وقفشة وطاهر. الجمهورية قالت: عاد لينتقم في أدغال أفريقيا، الأهلي مخيف مع قفشة وطاهر وشريف. المصر اليوم قالت نفس عنوان الأخبار: الأهلي يتوهج في كنشاسة، الأحمر يسحق فيتا كلوب بثلاثية نظيفة ويصعد لوصافة المجموعة، موسيماني يعيد التوازن للفريق والتغييرات تصنع الفارق. الشروق قالت: الأهلي يهزم فيتا كلوب بثلاثية ويقترب من الصعود إلى ربع النهائي. الأخبار المسائي تحدثت عن تصحيح المسار وقالت: الأهلي يهزم فيتا كلوب بثلاثية في عقر داره ويستعيد توازنه الإفريقي. الأهرام المسائي قالت: فيتا زيرو الأهلي ثلاثة، البطل عازف الألحان، فوز تاريخي لحامل اللقب، وقمة المجموعة هدفه القادم في دور الأبطال، شريف وقفشة وطاهر أغرقوا أبنجي وموسيماني، امتياز خارج الديار. المساء وعناوينها المعتادة: الأهلي جبار في عز النهار. لا والله عنوان، تصور بقى العنوان ده كويس قوي. يعني انت بتحطني في ظروف صعبه، لكن انا بقى ثقافتي ان انا اتجاوز الظروف الصعبه. بالظبط. قالت المسا: قدم اجمل مبارياته خارج الديار واسقط فيتا بثلاثيه في عقر داره. موسيماني يقول: عندما جاء التوفيق فزنا وسجلنا ثلاث اهداف وفي القاهره لم نكن محظوظين. اليوم السابع قالت: الأهلي يفك عقدة الثالثة عصرا بثلاثية ضد فيتا في الكونغو، الأحمر يستعيد توازنه بفوز غال خارج الديار، موسيماني يجيد التعامل مع الأجواء الصعبة. وقالت الوطن: حامل اللقب يتقدم في ترتيب المجموعة والأهداف لشريف وقفشة وطاهر، الأهلي يلتهم فيتا بالثلاثة. وقالت الوطن كمان: حامل اللقب يقدم أفضل مستوياته ويتقدم في ترتيب المجموعة، شريف يسجل ويخرج مصابا بعد الشوط الأول، العارضة تحرم المنافس من هدفين، وموسيماني يجيد خارج الديار في التشكيل والتغييرات. عندك تعليق على كل هذا؟ لا هي يعني شوف، اعمل اللي عليك وحقق الهدف وسيب الإشادة هتيجي هتيجي. صحيح. طيب بهذا الفوز بقى الثلاثي، الأهلي ضرب عدة عصافير بحجر واحد وسجل بعض الأرقام الحقيقة في هذا اللقاء. بقى النادي الاهلي اول فريق مصري يفوز في الكونغو الديمقراطيه، وانا قلت قبل كده يا جماعه الناس اللي مش واخده بالها من الكونغو الديمقراطيه، لان كلمه الكونغو بتلمس مع الكونغو برازافيل. الكونغو الديمقراطيه واحده من اعرق دول القاره في كره القدم، دي زئير. من سنه 71 1971 تقريبا لغايه يمكن 1999 او 98 كان اسمها زئير. بعد 99 رجعت للمسمى القديم بتاعها الكونغو الديمقراطية، بس وقت ما كان اسمها زئير منتخبها في 74 في القاهرة هنا عمل واحدة من المباريات الدراماتيكية الغريبة العجيبة في تاريخ كأس الأمم. كانوا بيلعبوا منتخب مصر، وكان منتخب مصر وقتها بقيادة الكابتن علي أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية. مصر تقدمت 2 وإذا بفريق زئير اللي هو الكونغو الديمقراطية لاحقاً يقلب الطاولة ويكسب 3-2 ويروح للمباراة النهائية في كأس الأمم في القاهرة في استاد القاهرة، لعب مع زامبيا. لكن اتعادل مع زامبيا، ما كانش وقتها اتاخد العام أو اللجوء لركلات الترجيح، فلعب وقت لعب إعادة المباراة وفاز زئير بكأس الأمم الأفريقية. وبالمناسبة زئير اللي هي الكونغو الديمقراطية لاحقا شارك في كأس العالم 74. ولما بنقول الانجلبير ومباراته الشهيره مع الاسماعيلي، الانجلبير من الكونغو الديمقراطيه اللي هو مازيمبي فيما بعد، يعني اسم مازيمبي هو فيه الانجلبير. فدي دوله فيها كره قدم عريقه جدا. لما النادي الاهلي كان مازيمبي السنه دي لغز. لما النادي الاهلي حقق هذا الفوز اصبح هو اول فريق مصري
لنادي يفوز في الكونغو الديمقراطيه في البطولات الافريقيه من مجموع كام بقى؟ 23 مباراه لفرق مصريه لعبتها في الكونغو ما حدش عملها الا الاهلي بهذه الثلاثيه. الانديه المصريه خسرت في الكونغو الديمقراطيه 16 مباراه وتعادلت 6 مرات. انجاز مهم وبنتيجه كبيره، حاجه تفرح يعني. الاهلي حقق كمان بهذا الفوز الثلاثي اكبر انتصار له خارج ارضه في دوري الابطال منذ الانتصار على ماجد التنزاني بنفس النتيجه سنه 99. قفشه كمان بهدفه في فيتا كلاب رفع رصيده الخمس اهداف مع الاهلي في دوري الابطال علشان يعادل رقم احمد فتحي وحسام غالي وربيع ياسين. الاهلي رفع رصيده من الانتصارات في البطولات الافريقيه خارج الارض الى 41 فوز من 182 مباراه، اتعادل 68 وخسر 73 واحرز 139 هدف واستقبل 181 هدف. طيب يعني في خارج الارض دي تعتبر ارقام سلبيه. اه. لكن الجميل فيها ان معظم الارقام الايجابيه جاءت بعد 2000. اه. وده بيقول لك انك انت خدت ثقافه جديده وبقى عندك جرأه اخرى انك تكسب خارج الارض. تكسب خارج الارض وترد على مدرب فيتا لانه الحقيقه كان له كلام غريب جدا. اعتقد رد عليه موسيماني ازاي بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد. الحقيقه شفنا في كل المنشطات الصحفيه بعد المباراه هذا التقدير الكبير لمستر بيتسو موسيماني وهذا الانصاف للمدير الفني الجنوب افريقي وازاي كان دوره مؤثر جدا في اداره المباراه. لازم اقول لا حول ولا قوه الا بالله. بالظبط. لان المباراه اللي لعبها في القاهره احلى من المباراه اللي لعبها هناك بكتير. وده اللي هو قاله بس ما كناش موفقين في ضربات او في الفرص كتيره قوي اللي ضاعت. لكن بمناسبه المدربين انت استفزك تصريح المدير الفني لفريق فيتا كلاب فيلوران ايبينيجي. الراجل بعد المباراه قال احترمنا الاهلي اكثر من اللازم وده سبب ارتكبنا خطأين مؤثرين بدري قوي استقبلنا فيهم الهدفين الاول والثاني. قال لا نريد ان نبحث عن اعذار، في الشوط الاول شعرنا بالارهاق لان الفريق المنافس غير طريقته الى 4-4-2 فجأة وده اللي اصابنا بالارتباك. قال كان فات اوان خلاص لما بدأنا نتدارك الامر، لما بدأنا نعيد تنظيم اللعيبه في الملعب كان الاهلي خلاص اتقدم بهدفين. وقال موسيماني مدرب الاهلي فاجئني بهذه الطريقه الجديده على عكس مباراه الذهاب، وقال كان الاهلي منظم وفعال على مرمانا و للاسف قتلنا بدري بهدفين. ده كلامه. واتم تصريحاته قال ان احنا صححنا طريقتنا في الشوط الثاني، كنا افضل بكثير من خلال الضغط على الاهلي اللي حاول يلعب على الهجمات المرتده، كانت امامنا فرصه لتقليص النتيجه لكن العرضة والقائم حرمونا من ذلك. شوف ايه حكايه كل مدرب يخسر يقول لك احترمنا الاهلي اكتر من اللازم. هو احترمناه عايز يقول لك يعني خوفنا منه اكتر من اللازم. مش بمعنى الحرف الكلمه احترام، لان هو انت ما خفتش. انت لو كنت خفت من الاهلي ما كنتش خسرت الخساره دي. انت لعبت بمنتهى الثقه والغرور وتصريحاتك كلها من يوم ما كنت هنا صدقت نفسك ان النتيجه دي عادله وان انت خططت ليها وانك انت خرجت بما تريده. ما عرفتش ان القدر كان رحيم انه ما خسرتش بنتيجه ساحقه وان الحكم جاملك في هذا التعادل. لو كنت فعلا خفت واحترمت الاهلي فنيا كما تقول ما تجيش تقول لي فاجئني باربعه. هو في مدرب يقول لك اتفاجئت. طب بعد ما اتفاجئت ب 10 دقايق ما لمتش نفسك ليه؟ النقطه الثالثه هو انت لما تيجي تقول انا الشوط الثاني كنت احسن، طب ما الاهلي بعد ما بيحقق اللي هو عايزه لازم بيحافظ على النتيجه. مش هيقدر يلعب 90 دقيقه في الاجواء دي ضاغط عليك. يا اخوانا كره القدم مش كره للاستعراض. حتى في الماتشات اللي قدام بيبقى الاهداف ما تقدرش تضغط وتستحوذ وتسيطر 90 دقيقه في اي مباراه على مستوى العالم. على مستوى العالم لازم يبقى فيه توازن، بتهدى شويه ترجع تضغط شويه. فالكلام بتاع المدربين اللي استهلاك يا راجل ده انت قلت انا هلاعب الاهلي في الدور عشان اخلص عليه زي ما عملوا فينا في القاهره. امال بقى لو كنتش احترمته كنت قلت ايه وعملت ايه؟ وانت عارف الصح في كلامه ده حاجه واحده،
انه الاهلي ربكوا بطريقه 4-4-2. ما بس هو دي هو كان راسم شكل معين. الاهلي فاجئ بسيناريو هو كده. الاهلي مش فاجئ ولا بتاعه، ده بيقول كلام من مؤتمرات. ده فارق مستوى، هو عارفه هو صدق ان ده مش فارق مستوى. ونرجع لماتش الدحيل واللي اتقال بعديه برضو من الراجل اللي طلع اتكلم اللعيب. قال لك احترمت ايه؟ ما انت لا تحترم. خلي بالك، النادي الذي لا يحترم المنافس ايا كان الفروق ما يعرفش يلعب وما تسابش يستقبل كتير. بقى طيب، تعليقات بقى بعض المقالات المهمه عن فوز الاهلي الكبير واستعادته اوضاعه في البطوله. الكاتب الصحفي المتميز الحقيقه والمبدع محمد العوالقي، كاتب يمني في صحيفه او في موقع توفا العربي، كتب مقاله مهمه بيقول: عندما يقرر الاهلي المصري ان يلعب كره قدم حقيقيه بسيطه سلسه فعاله، يبدو الفريق كنهر رقراق عطاؤه بلا حدود وكرمه مع عشاقه يصل سيله الذبا. لا تقولوا لي هذا الفريق يلعب وذاك الفريق يتألق، إذا حضر الأهلي بتراث مدرسته يسكت الجميع عن الكلام المباح. كرة القدم فن وذوق، والأهلي أبو وأم وجد وعم الفنون الكروية كلها وذوقها. لعزفه نشيد مختلف ولجوقته أنغام وألحان لا تكشف سرها سوى المقالة. أستاذ إبراهيم، أنا عايز بقى العولقي ده بالذات يقول لنا، نقول للناس يتابعوا إزاي، لأن الحقيقة كل كلمة بالواحد بيستخسر ما يقراهاش. بيكتب معانا بانتظام في مجلة الأهلي، والحقيقة مقالة مبدعة. لا أنا أقصد أقول إيه، كل كلمة بيكتبها تحب تقراها. صحيح. وجمهور الأهلي، لكن ما نقدرش نقراها لضيق الوقت، فإحنا هنكتفي بنماذج اللي أنت بتختارها لنا كل مرة، بس عايزين نقول للناس يتابعوه إزاي. بس. في مجلة الأهلي أسبوعيا محمد العوالقي يبدع ككاتب يمني في حب الأهلي عن بعد ومن قرب الحقيقة، يعني يمني يكتب على الأهلي كأنه قاعد ساكن جنبه بمنتهى العمق والحب. كمان من المقالات اللي خرجت بعد المباراة كتب الأستاذ حسن المستكاوي في الشروق: هزم موسيماني مدرب الأهلي فلوران إيبنجي مدرب فيتا كلاب، وتفوق معين الشعباني مدرب الترجي على كارتيرون، تلك حصيلة لعبة الشطرنج في المباراتين. وقال حسن المستكاوي: لعب الأهلي بطريقة فاجأت الجميع وهي 4-4-2، ودفع بأفشة في الجناح الأيمن عندما يمتلك الفريق الكرة ليلعب بجوار شريف ومروان محسن، لكنه فعل أشياء مهمة للغاية. مفاجأة اللعب بطريقة عجز مدرب فيتا عن حلها، أدرك موسيماني ضعف فيتا كلوب في منطقة دفاعي الأخيرة لا سيما داخل صندوقي، لكنه مصدر خطر في وسط الملعب. كمان يجي الانصاف بقى من ناقد رياضي كبير زملكاوي بحجم الاستاذ محمود معروف، كتب النهارده في عموده فيليكس تيليكس الى في الجمهوريه الى الاهلي، بيقول له: الكبير كبير يفوز في مصر وفي كنشاسا وفي اي مكان، تستحق وبجداره البطوله العاشره والفوز بكاس العالم. يا عيني. وبيقول الاستاذ محمود معروف لموسيماني: وحياه الخطيب، تدي درس خصوصي لمدرب الزمالك كورتيزون، اسف قصدي كارتيرون. ده كلام الاستاذ محمود معروف. وما اختلفش كتير عن تقدير الدكتور طارق الادور في الجمهوريه عن موسيماني المظلوم وكارتيرون المهزوم. في الجمهوريه كمان في مقال هاشتاج للاستاذ احمد حسين، احمد حسين قال: افريقيا للكبار فقط. وفي الاخبار اشاد الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عثمان سالم بالنادي الاهلي تحت عنوان نادي المبادئ والاسطوره. طيب، هو بقى هنا خد زاويه ثانيه خالص، ما لهاش دعوه بالماتش. خد التقط تصريح للكابتن محمود الخطيب: لن نفاوض لعيب الزمالك في هذا الظرف. وبيقول يعني رغم ان الاعراف والمنافسه والحق والحقوق والناديين اعتادوا على كده، لكن هو يقدر الخطيب انه لا يريد ان يستغل هذا الظرف الخاص جدا الذي يمر به الزمالك ويستفيد من هذه الضائقه ويزيد انه ينكأ الجراح اكثر من كده. فالتصريح يعني لقى صدى طيب عند الاستاذ عثمان سالم اللي انت عارف وانا عارف صديقك. فالحمد لله. وانا شايف كده يعني ما دقيتش، خلي كل واحد دلوقتي في حتته، واحنا الحمد لله لعبتنا مكفينا مشبعنا. تمام، ده كان كل ما في الغربال، لكن هناك كلام كثير
بعظمة لسانه إذا الأهلي دوما أراد الانتصار. طبعا الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي بيته التاريخي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الأهلي دوما، خلينا نحكيها، إذا الأهلي دوما أراد الانتصار. ما هو الأهلي مش هيريد الانتصار يوما، لابد أن يستجيب الملعب. هو الأهلي مش هيريد الانتصار دوما، يوما دوما وليس يوما دوما. فاحنا بنعدل دي لأسباب تخص الأهلي. طيب إذا الأهلي دوما أراد الانتصار لابد أن يستجيب الملعب، لأن هو ديت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو ده الترجمة الحقيقية لفكرة التوكل على الله. أنت بتأخذ بالأسباب، أيوة، بتفعل كل ما عليك ثم تنشر. عايز أقول قبل ما التوفيق من عند الله في كل الكلام الطيب ده وفي السهلالة اللي احنا عايشينها، أن التوفيق يا جماعة عنصر خطير وهام جدا، بيحدد رؤيتنا للأمور حتى، مش بيحدد ولكن لا يصيب يعني إلا من يستحقه. يعني احنا لعبنا مباراة بديعة في القاهرة وضاعت مننا المباراة لظروف غريبة لا تتكرر، فقصينا جامد على نفسنا، لكن الموقف الصعب ده خلينا نبدع مرة أخرى خارج الديار، ولكن كان التوفيق حلفنا. طب كيف استفاد الأهلي من المباراة الأولى في المباراة الثانية؟ كان رأي مهم جدا للصخرة الكابتن وائل جمعة، نشوفه. أعتقد المباراة سيمبا كانت درس، ودرس مهم جدا استغله النهارده في مباراه فيتا، ولعب واظهر الشخصيه الحقيقيه للنادي الاهلي، اللعب بشجاعه والدخول بكل قوه من بدايه المباراه، فرض اسلوبه وفرض شخصيته من البدايه. اول فوز للاهلي في اراضي الكونغو الديمقراطيه، شوف في مسيرته من البدايه فرص ولعب هجومي متميز، وزي ما قلت اهم شيء هي فرض شخصيه النادي الاهلي في بدايه المباراه. اللعيبه كانت عند حسن الظن، الاختيارات كلها كانت مناسبه للمباراه ولظروف المباراه ولتوقيتات التغييرات كمان، كل شيء كان مثالي. اللعيبه البدلاء اللي نزلوا حتى نفذوا المطلوب تماما في التوظيف وفي الاداء، مكان اللعيبه اللي مجهودها استنزف في بدايه المباراه. فشوط وانتصار مثالي جدا جدا، ومباراه ممكن تدفع النادي الاهلي لصداره المجموعه مره ثانيه، لان المدرب ماشي بشكل جيد، محقق كل الاهداف اللي هو فيها، بيتعرض لظروف طبعا الاصابات، ودي ظروف مؤثره جدا لما يغيب عنك لعيبه بقيمه علي معلول. النهارده يعني مع الشغل الهجومي اللي بنشكر فيه ده، الدفاع لازم اشكر الدفاع النهارده يا احمد. احصائيه مباراه النهارده 10 ركنيات لفريق فيتا، ما قدرش انه يخلق فيها خطوره على النادي الاهلي، 14 تسديده على المرمى، يعني ولا واحده فيهم على المرمى، دليل ان الدفاع كان واقف بشكل ممتاز، ما فيش خطوره على مرمى محمد الشناوي، كلها تسديدات بعيده، فده كله يحسب للدفاع، عمق الدفاع كان ممتاز، انما الصراحه كل اللعيبه عملت مجهود يذكر فيشكر، وعوده مره ثانيه لصوره الاهلي البطل، الاهلي بطل افريقيا اللي بيدافع عن لقبه. فاتمنى نتمنى ان المباراتين اللي فاتوا دول يكونوا درس مهم جدا لموسيماني وللعيبه، وما نرجع لهمش مره ثانيه ان شاء الله. عندما تفوز بالنتيجه والاداء تستحق كل الكلام الطيب والتفاؤل اللي سمعناه من الكابتن وائل جمعه، ولكن عزيز بنيج حبيبك نشوف. يحسب للاهلي وموسيماني لم يتاثر بالغيابات، يعني علي معلول العنصر المؤثر تماما في الجبهه اليسرى غايب منذ فتره، محمود وحيد اللاعب مكانه اصيب المباراه الماضيه، حتى ايمن اشرف اليوم خرج مصابا في اللحظات الاخيره، غياب كهربا، هذه نقطه تحسب لموسيماني، عدم التاثر بالغيابات. عندما يكون عندك غيابات وازنه كتعوض بالتنظيم، واليوم مع بدايه المباراه لاحظنا ان الاهلي سوف يقدم مباراه كبيره، لماذا؟ لانه يدافع 30 متر او 25 متر بعيد عن مرمى، هذا اول شيء. اول شيء مهم جدا، هذا يعني ان عندك نيات للهجوم وخلق فرص من البدايه، لان كما قلنا كتله متقدمه، كتله ممكن ان عندما تسترجع الكره بسرعه انها سوف تتحول وتوصل بسرعه الى مرمى الخصم، وكل هذا يساعد الفرديات. دائما الفرد
يؤدي دائما عندما تكون يكون محمي من المجموعة ويكون داخل وسط مشروع. اليوم المشروع كان واضح جدا، خطوط متقاربة، الدفاع في الوسط في ككتلة متقدمة، التحول السريع وتحول بكثافة عادية، كل هذه الأشياء ساعدت الفرديات. عندما تشوف أمشا يسجل هدف، عندما تشوف مروان، عندما تشوف العديد من اللاعبين يتألقون. اليوم بدر بنون لم نحس بأنه عليه خطر ولا شيء، دافع لاعب أنيق لم أراه مرة واحدة نزل إلى الأرض. يعني هذا بيعطيك ثقة ويعطي للاعبين ثقة، وأن هناك أيضا منظومة اشتغلت بطريقة جيدة. ومنظومة عندما تشتغل بطريقة جيدة هذا يعني أن المدرب هيئ مبارته بطريقة جيدة باختيار الطريقة الأنسب، المجموعة الأنسب، وخصوصا ايضا العقليه الانسب لبدايه المباراه. لا اظن بان الاهلي اليوم فاز بمباراه تاريخيه، لان لم يسبق له ان فاز في الكونغو امام فيتا كلوب ولا فريق مصري. يعني هذا يكسر هذا الحاجز، وهذا شيء مهم ايضا. بعيدا عن التفاصيل الفنيه والاغراق فيها اللي كلها بتنصف اداء الاهلي فنيا، يهمني ثلاث جمل الاخرانيين. الاهلي منظومه، مدرب جهز فريقته بالشكل المناسب، فوز تاريخي، هو ده اللي بتخرج بيه من مثل هذه المباراة. الإغراق في التفاصيل الفنية طبعا بيبقى بيهم المختصين أكتر، لكن الجمهور وأنا وحضرتك لما بتحاول لجمهور بنحب نسمع الخلاصة اللي بتتقال في الآخر دي. زي الخلاصة اللي قالها ميدو؟ ميدو قال خلاصة هايلة. قال خلاصة مهمة جدا في حق الأهلي. نشوف النهارده كان في كور والنتيجه 1-0، كان ممكن فيتا كلوب يتعادل ويرجع الماتش، صح ولا لا؟ كان ممكن، وهي 2-0 في كور في القايم وفي كور كذا، لكن التوفيق مع الاهلي لان هم حضروا للماتش صح، اتحضروا للماتش صح من اول ما قبل ما يسافروا. كابتن محمود الخطيب راح قعد مع اللعيبه، في اهتمام مباشر من رئيس النادي لايصال رسائل مجلس الاداره للاعبين، ثم بعد كده التأهيل النفسي والتصريحات الإعلامية المتوازنة، ثم بعد كده الملعب. قبل الملعب، بره الملعب، حالتك بره الملعب كنادي بتاخدها معاك جوه الملعب، مفيش أي حاجة تانية في الكورة غير كده. مبروك للأهلي. الماتش بتاع النهاردة ده هيبقى تيرنينج بوينت بالنسبة للأهلي في بطولة أفريقيا. النهاردة فرقة كبيرة، ناس اللعيبة عارفة هي بتعمل ايه، البدايل اللي نازلة، الناس الراجل طاهر مش عشان جاب جون، راجل نازل بيلعب صح، بيدافع صح، الراجل بواليا نزل كان كويس جدا، يقف على الكرة كويس، حضن كويس، حطة في الجول اللي عمله لطاهر، عدى اتأخر فيها شوية لكن بص كويس وعملها، كل حاجة كويسة. مبروك للأهلي، فوز مهم جدا، ويعني بالنسبة للكرة المصرية حاجة مضيئة وكويسة. الناس شغالة صح، الناس شغالة الأقرب إلى أوروبا، الأقرب إلى أوروبا، وده حق ربنا اللي لازم علينا إن احنا نقوله. مبروك للنادي الأهلي، فوز مهم جدا، 3 بره ملعبه في ظروف صعبة أمام فريق مش سهل، والفريق ده على فكرة ظهر تاني، بعيد كلامي، ظهر بشكل متواضع لأن الأهلي هو اللي خلاه متواضع. انتصار مهم جدا جدا في توقيت مهم جدا بالنسبة للفريق، والماتش ده هو مفتاح الصعود. ملخص الكلام المهم، الأهلي الأقرب إلى أوروبا. ليه؟ لأنه أخذ بالأسباب وبالمنطق وحضر نفسه، لم يلتفت إلى اختلاق الأعذار، ولكن حضر نفسه بره الملعب، فانعكس تحضير من أول رئيس النادي والجهاز الفني واللعيبة والمدير كله، اشتغل على إن مفيش أعذار، إحنا لازم نصلح الخطأ اللي حصل. وهو الحقيقة ميدو لما بيقول الأهلي اشتغل صح والأقرب إلى أوروبا، حتى لو كملت معاه، هو حديثه كان طويل، كلامه بينصف الأهلي بشكل مش ممكن
وبيقول ان موسيماني بينصف موسيماني بينصف الاداره بينصف اللعيبه لان تم الاخذ بالاسباب يا استاذ ابراهيم دون اختلاق الاعذار. وده على خلاصه ميدو حق ربنا قال لك الناس دي شغاله صح قوي. دي رساله ودي جمله مهمه لكل جماهير الاهلي. مش معنى ان انا باخد بالاسباب وبشتغل صح قوي الكره ممكن تدي لك وممكن تعندك لان انت ما بتلعبش لوحدك. حتى قال ميدو جمله مهمه جدا فيتا مش فريق ضعيف اللي اظهره ضعيف ان الاهلي كان متحكم قوي مسيطر جدا تكتيكيا ماسك زمام المباراه صح. فده انصاف لانه احنا للاسف دايما وابدا يحاول يطلع للاهلي اي قطه فطسانه في اي حاجه تيجي تكسب يقول لك اصل الفريق التاني ضعيف. طب وانا اللي ضعفته ده كاسر اعمل له ايه عشان يبقى قوي يعني كاسر العالم الانديه ضعيف يعني يا استاذ ابراهيم يعني بالله عليكم الفريق فرقتين بيتباروا انت بتسيطر صح بتتفوق صح من الطبيعي ان التاني يبدو اضعف والا ما تبقاش النتيجه موجوده. ده كلام بس مهم جدا عايز الناس تتذكر هذه الاشادات عندما لا قدر الله يحدث شيء من عدم التوفيق دي كوره فاهمين ده التقييم اللي الحقيقي للنادي الاهلي وكمان في تقييم مهم جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد مستمرين في هذه الجوله للتعرف على اراء مختلفه ومتنوعه عن هذا الفوز المهم للنادي الاهلي وبالذات عن مستر بيتسو موسيماني. كابتن ضياء السيد واحد من الناس او من نجوم الكره القدامى الكبار اللي كان ليهم راي ربما مش متفق 100% مع موسيماني لكن رايه في هذه المباراه وعن هذا الاداء مهم. ما هو عايزين نسمعه. الاهلي بيكسب بيرجع بيعود لمساره الطبيعي الصحيح بيخلي شكل المجموعه منطقي. طبعا رجع للوضع المفروض يكون عليه. اداره الاهلي والنادي والكوره قفلوا على الموضوع بسرعه. من خلال وجود الكابتن محمود مع الفرقة من خلال الكلام من خلال الإعداد من خلال حط اللعيبة في موضع تحمل المسؤولية هم يتحملوا المسؤولية كاملة. اللعيبة اتحطت في وضع المسؤولية واتحطت انتوا سبب في الموقف ده انتوا لازم تطلعوا من الموقف ده. طبعا في تكتيك محترم اتعمل في تشكيل عادل اتعمل بشكل كويس موسيماني عمله في منطقية في اللعب. ايه هي المنطقية اللي محدش هيتكلم فيها؟ هتدافع كويس وتعمل هجمات قليلة هتجيلك فرص قليلة هتكسب. تمام. النادي الاهلي اشتغل بتكتيك محترم. اول مرة موسيماني يشتغل الشغل بتاعه هو. ايوه. الشغل بتاعه هو مش مخزون فايلر. 4-2-3-1. كان في تكتيك واضح من موسيماني اتعمل بشكل كبير واللعيبه نفذته كويس. النهارده الاهلي بيلعب تحت الكوره. اول دقيقه ونص فرصتين انفراد. مظبوط. اول دقيقه ونص. فانا بشوف النهارده يوم مثالي بالنسبه للنادي الاهلي. تعامل اداره الكوره بعد فقدان النقاط مع التيم كان مثالي كان هايل بشكل كبير كويس. تعامل موسيماني مع الجيم كتكتيك لازم نقول له انك اتعاملت بشكل كويس جدا. تمام. مع الجيم. مين بقى نجحك عشان انا وانت نقعد نقول الاهلي تعامل بشكل تحمل اللعيبه مسؤوليته. صح. ما تطلعش اللعيبه من المعادله. مش طول الوقت تطلع اللعيبه من المعادله. مش عايزين بقى نحاسبه على الماتش ده ويجي ماتش تاني يبقى وحش نرجع للنغمه الاولانيه. شوف انا موافق على كل كلام الكابتن ضياء خصوصا ما تطلعش اللعيبه المعادله. يعني تحملهم اللوم وقت ما يستحق الامر وتحملهم الاشاده عندما يستحق الامر. ولكن مختلف معاه بس بجمله واحده يا استاذ ابراهيم حته انه لاول مره يشتغل باسلوبه هو ما يعتمدش على مخزون فايلر. لان هو فايلر في الاخر ملوش غير مخزون سلبي. يعني الفتره ما بعد الكورونا كلنا بنقول ان الفريق مش ده الفريق الاهلي. ومش ده فايلر كان. بالعكس هو لما جه موسيماني شفنا بعد التغيير بعد التعديل بعد الفوقان بعد الانطلاق فده كان مؤكد ده كان اسلوب يعني يستحقه موسيماني. دي نقطة موسيماني عشان كمان
نقدر نحمله الاخفاقات اللي مش الـ 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 اي نتائج عدم الرضا عن بعض الاداء والا ما كناش لمنا بقى اذا كان ده مخزون فايلر صحيح. هي دي بس لكن انا متفق مع الكابتن ضياء في كل ما قاله وخصوصا يعني ان الاهلي رجع لشخصيته. طب هل ممكن تتفق مع زميل الاعلام المتالق كريم رمزي في اون تايم سبورت عن الاهلي وسبب تفوقه؟ نادي الاهلي امبارح بيقدم مباراه كبيره وكبيره جدا امام فيتا كلوب، مباراه محترمه عشان الاهلي يروح في سكه تانيه في بطوله دوري الابطال. ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان في مدير فني ثابت، بيحصل عشان في استقرار عند اللاعبين، بيحصل عشان في اداره دايما داعمه، بيحصل عشان في جماهير متفهمه اللي بيحصل في الفريق، بيخسر اسنده، بيكسب اشجعه. الامور واضحه في النادي الاهلي، الامور واضحه في النادي الاهلي من اول تاريخ النادي الاهلي، منذ انشئ النادي الاهلي عام 1907 والنادي الاهلي في هذا الاستقرار العظيم. هل معنى الاستقرار انك مش هتخسر؟ لا هتخسر. هل معنى الاستقرار انك مش هتقدم بعض المباريات بشكل مش جيد؟ هيحصل. بس في النهاية، في النهاية بيبقى الديفولت بتاعك او العادي بتاعك انك بتكسب، انك بتحقق انتصارات، انك بتفرح جماهيرك، انك بتبقى رقم واحد دايما. ده ليه؟ القواعد الثابتة، استقرار في الإدارة، استقرار في الجهاز الفني، استقرار في اللاعبين، والأهم والأهم إنك طول الوقت بتحافظ على مبادئ وبتحاول تخليها فوق كل شيء. أصل الإدارة الناجحة إيه؟ الإدارة الناجحة مش شرط تكون كرييتيف أو يعني مبدعة أو مبتكرة، مش شرط يكون ده، بس مهم جداً يكون عندها ثوابت، يكون عندها حاجات بتمشي عليها، سطور واضحة أي إدارة تيجي تمشي عليها. مش لازم تبتكر أو تخترع أو تفكر تفكير جديد، الموضوع واضح في النادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي حتى وهو بيتعرض لظروف صعبة بينجح. النادي الأهلي دايما مثال رائع، لو الجميع يحتذي بالنادي الأهلي الأمور تختلف تماما. طيب مسألة الاهلي مثال يحتذى به، مثال رائع، ده ملخص الكلام. مش ضروري تفتكر ولا تخترع، امسك الثوابت. حاجه ايوه، الحفاظ على الثوابت. لانك لو بصيت في تعامل اداره الاهلي مع المباراه من اول ما انتهت المباراه الاولى، هي دي ثوابت الاهلي. خلاص المباراه انتهت، عندنا مباراه جايه، انتهت المساله. واحنا رسالتنا باستمرار لجماهيرنا الاعزاء ايه؟ بنقول لهم حبوا الاهلي كما وجدتموه. بالظبط، لانه هو ده الاهلي، هو ده الاهلي اللي شافه الزميل الأستاذ أحمد موسى. مبروك للنادي الأهلي وجمهوره في كل مكان. ماتش النهاردة هو ده الأهلي. فيتا كلوب الكونغولي مباراة ولا أجمل. الأهلي من أول ثانية نازل يكسب، مش هدف بثلاث أهداف. وكأننا كنا شايفين الأهداف الثلاثة قبل الماتش. كنت مع أصدقائي قبل المباراة على طول، واقفين كده مع بعض بنتكلم، قلت ربنا يكرمنا بهدفين ثلاثة كده، وربنا كرمنا بالثلاثة، سبحان الله. وكأنه ليه بقول كده؟ مدرب بتاع فيتا مدرب شايف نفسه قوي. يعني ايه فاتح كده صدره وعامل فيها عنتر وقال لك هلاعب الاهلي؟ لا، الاهلي ليه بالليل نلعب بالظهر، نلعب العصر ودرجة الحرارة 30 ولا 35 ولا 40، والأهلي هنفوز على الأهلي. الأهلي مفيش مشكلة، اللعيبة الرجالة وهم في الطيارة من القاهرة للمباراة وعدوا إن احنا هنفوز ونفوز بنتيجة كبيرة. لعيبة الأهلي قبل ما يروحوا يوصلوا هناك كانوا عند كلمتهم الرجالة ثلاثة. بالمناسبة بقى سنوات طويله يمكن فوز ما حصلش قبل كده على فرق الكونغوليه على ارضها. النهارده فوز بقول لحكوا مهم جدا وكبير جدا، مش هدف، ثلاث اهداف. فكل التحيه لكل رجال النادي الاهلي النهارده وفريقنا البطل النهارده
أدى أداء رجولي على أعلى مستوى، وكل التحية لكل واحد من نجوم النادي الأهلي. طيب الأستاذ أحمد موسى راجل أهلاوي وراجل فرحان بالأهلي، زي ما على الجانب الآخر الأستاذ عمرو أديب زملكاوي وبيعبر عن مشاعره الزملكاوية. عموما نجوم التوك شو أعتقد حضراتكم متابعينهم وشايفينهم كويس، لكن لما يجي الإنصاف للأهلي من مدرب للزمالك أعتقد يبقى كلام مهم جدا من الكابتن أمير عبد العزيز. يعني هو طبعا على على المستوى اللي فات السنه اللي فاتت طبعا مستر موسوماني لما جه ومسك فرقه النادي الاهلي كان واخد فرقه كوره، عندهم لعيبه تقيله، عندهم دكه كويسه، ماشيين بشكل كويس في البطوله الافريقيه. لما قابل فرقه الوداد في الدور قبل النهائي عمل ماتشات كويسه وقدر ان هو يوصل للنهائي. فمستر موسيماني مدرب كويس، احنا شفناه في سان داونز كان بيحصل معاهم على بطولات. فرقه النادي الاهلي برضو فرقه كبيره، فرقه كويسه، لعيبه محترمه. اي مدرب يمسك النادي الاهلي ممكن يحقق معانا نتائج كويسه يعني. طيب لعيبه محترمه، مدرب محترم، يستحق يكسب. اذا تكسب احترام منافسيك هذا هو الهدف، او دي النتيجه انك تعمل شغلك صح. وتشوف راي خبير بقيمه الاستاذ حسن المسكاوي. اكتر فريق عجبك في الدوري السنه دي يعني؟ الاهلي. الاهلي اشمعنى؟ عشان احسن فريق بيلعب كره جماعيه وعنده شخصيه وعنده تنوع، يعني عنده تنوع. ادي لك مثال مثلا. اتفضل. ميزه الاهلي ان العدد بتاع الهدافين حتى الان يعني قد الزمالك تقريبا مرتين، يعني الزمالك 5 هدافين، الاهلي 9. ماشي. فكره تنوع الهدافين بمراكزهم ده دليل على شكل من الاشكال الجماعيه يعني. دلوقتي لو احنا بنتكلم على انه الاهلي هو الافضل اداء من وجهه نظر حضرتك وحضرتك بتقيمه انه الافضل، طيب ما رايك في فكره تكييل الاتهامات لموسيماني انه مدرب اقل من امكانيات النادي الاهلي، وانه في اختبار مثلا فيتا كلوب التعادل الايجابي ما نجحش؟ اوعى تتكلم كمشجع. ايوه. اتكلم مش عن النتيجه. ايوه. اوعى النتيجه هي اللي تخليك مشاعرك تروح، يعني ممكن جمهور الاهلي يبقى زعلان جدا او جمهور الزمالك زعلان من موسيماني عشان الماتش انتهى 2-2. مظبوط. انا شايف ان ده من احلى الماتشات اللي عملها الاهلي بغض النظر عن ضعف فيتا كلوب في ال 18. صحيح. لكن هو فرقه كويسه قوي في وسط الملعب. مظبوط. الاهلي راح 11 مره، راح 15 مره، منهم 11 فرصه حقيقيه. ايوه. بتهديف. يبقى حضرتك متوافق معايا في فكره انه لا، موسيماني مش هو الملام في ال... لا طبعا، وعمل حاجه اظن انها اول مره تتعمل. قول يا استاذ حسن. انه خلى السوليه بيطلع كتير وبيخش ال 18 كتير، وده برضه من اسرار النادي الاهلي يعني. لكن المره دي في الماتش ده خلى اللي هم الاثنين ارتكاز، خلاهم يروحوا لل 18 ويبقوا اجنحه في بعض الاحيان وتلاقيهم قدام. ودي كانت حاجه غريبه جدا، عشان كده ودخل الباكات احيانا كمان. طبعا كمان بيخش. انا بتكلم على مجرد مثل. أي. ان الاثنين ارتكاز مهاجمين من مسافه 70 متر و60 متر. ده مش هيعملوا كده لوحدهم. دي تعليمات مدرب. عايزين نتوقف فيما تبقى من وقت قليل مع الكلام بتاع الاستاذ حسن مسكاوي، لان الحقيقه الكلام مهم جدا جدا من خلال الفيديو اللي شفناه دلوقتي. قال بلاش التقييم على النتيجه فقط، وهو شاف ان ماتشين فيتا دول من يعني او ماتش فيتا من احلى مباريات الاهلي، وقال ان موسيماني يعني اشاد ابو موسيماني كمدرب طور من اداء الفريق وجعل المهاجمين والاجنحه لهم دور واضح جدا ومؤثر جدا. ده دور كوتش، تغييرات دور كوتش، الخروج من الازمات دور جزء كبير منه كوتش. ولكن ايضا هو قال الاهلي احسن فريق. احسن فريق يعني ايه؟ يعني من خلال تراكم الاداء اللي شافوه من اول ما جه موسيماني من نهايه الموسم الماضي لحد دلوقتي،
هو يرى ان الاهلي لا هو احسن فريق. النقطه اللي بقول لك عليها والناس مستغربه، مهاجم مهاجم مهاجم، ازاي ما عندناش احنا هداف الدوري؟ لان الدنيا اتغيرت لما 9 لعيبه بيهدفوا عندك، ده انت فريق، انت فريق حقيقي، انت فريق حقيقي، لانك برهنت كنادي ان الاهلي اذا دوما اراد الانتصار فلا بد ان ياخذ بكل هذه الاسباب، ولا بد ان يستجيب له الملعب، الملعب يستجيب لنداء الفريق البطل اللي بيتحلى بشخصيه البطل اللي كل الناس فيه بتقوم بمسؤولياتها، كل التحضيرات اللي سبقت هذه المباراه كل طرف قام بمسؤولياته. كابتن الخطيب لما التقى باللعيبه والجهاز الفني مفيش اعذار، موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراه في القاهره قال لهم مفيش اعذار، انا رايح اكسب فيتا في الكونغو، لعيبه النادي الاهلي في كل كلامها جايين الكونغو عشان نكسب، رئيس البعثه الاستاذ العمري فاروق في كلامه مع اللعيبه مفيش اي قبول لاي اعذار، الكل امام مسؤوليات. وانا اقول فكان لابد ان يستجيب الملعب لنداء البطل. ممكن اقول في 20 ثانية كده او اقل، في 5 ثواني 10 ثواني. اقفل الصفحة، انسى خالص اللي جاي، مهم جدا، كفاية ان احنا نعيش بقى في ما حدث، عايزين نعيش في ما هو قادم عشان نعرف نفكر فيه كويس. ده المهم جدا، وهو ده النادي الاهلي، دايما باصص للي جاي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.